السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة اليوم هي في تبسيط الدوال المنطقية إلى أقل عدد ممكن من القيم الحرفية Simplification of Logic Functions to a Minimum Number of Literals. كما نعرف اختصار أو تبسيط الدوال المنطقية مهم، فهو يقلل التكلفة والتعقيد ويسهل تصميم وبناء الدوائر المنطقية. في هذه الشاشة مجموعة أسئلة بسيطة. السؤال الأول: A or AB or ABC يمكن مباشرة كتابة أن الناتج يساوي A إذا كان متغير يتكرر في جميع الحدود وفي أحد الحدود موجود لوحده، فمباشرة التعبير يساوي هذا المتغير. أو كذلك يمكن كتابة A and 1 or B or B C وتساوي 1 or B 1 or B C 1 A and 1 تساوي A. السؤال الثاني: AB or A not B or AC. هنا كذلك يمكن إخراج A خارج القوس، B or not B or C تساوي A، B or not B 1 or 1 or C 1 A and 1 تساوي A. السؤال الثالث: A or B and not A or not B. نفك الأقواس: A and not A or A and not B or not A B or B and not B وتساوي A and not A صفر or A not B or not A B or B not B صفر، أي أن الناتج النهائي يساوي A not B or not A B، ونعرف أن هذه الدالة هي A exclusive or B. السؤال الرابع: A B or A داخل أقواس C D or C not D. يمكن فتح الأقواس، لأننا هنا يمكن أن نختصر داخل أقواس C D or C not D يمكن اختزال D والناتج هو C، أي أن الناتج النهائي هو AB or AC. وكذلك يمكن كتابة هذا التعبير بالشكل التالي: A and B or C. في السؤال الخامس: X or Y الكل not and not X or not Y الكل not. حسب قانون دي مورغان X or Y الكل not تساوي not x and not y الكل and، وأيضا حسب قانون دي مورغان الجزء الثاني يساوي not x مرتين and not y نفي مزدوج. هذه تساوي not x and not y and x and y وتساوي x and not x صفر، وبغض النظر عن الباقي فإن الناتج يساوي صفر. السؤال السادس: not a or c and not a or not c and a or b or not c d. ممكن في البداية نتعامل مع هذا الجزء تساوي not a and not a هي not a or not a not c or not A C or C and not C and A or B or not C D وتساوي not A and not A not A or not A not C or not A C. يمكن هنا اختزال C مباشرة not A or C and not C صفر and A or B or not C D وتساوي not A or not A not A and A or B or not C D وتساوي A and not A صفر or not A B or not A not C D. أيضا يمكن كتابة هذا التعبير بهذا الشكل not A and
بي اور نوت سي دي. السؤال السابع الدالة اف من اربع متغيرات اي بي سي دي وتساوي هذا التعبير، هنا يمكن الاختصار بعدة طرق، لدينا سي دي لكل نوت وحبذ فتح هذا الجزء اور اي بي هنا نوت سي اور نوت دي اور وتساوي اور اي بي نوت سي اور اي بي نوت دي اور اي بي سي نوت دي اور اي بي سي دي. كما تلاحظ بي تتكرر في جميع الحدود بي اند اور اي سي دي وتساوي بي اند. في هذين الحدين يمكن اختزال سي نوت اي دي اور اي نوت سي اور اي نوت دي، وفي هذين الحدين يمكن اختزال دي اور اي سي وتساوي بي اند. في هذين الحدين يمكن اختزال سي نوت اي دي اور اي نوت دي اور اي وتساوي بي اند نوت اي دي اور اي نوت دي اور اي تساوي اي، وهذه تساوي بي اند. ايضا هنا يمكن اختزال اي اور نوت اي دي تساوي اي اور دي او اي بي اور بي دي كما تشاء. بعد ذلك لا يمكن الاختصار. في السؤال الثامن اي اكسكلوسيف اور بي اور اي بي، اي اكسكلوسيف اور بي تساوي اي نوت بي اور نوت اي بي اور اي بي وتساوي يمكن اختزال بي من هذين الحدين الناتج اي، وكذلك من هذين الحدين يمكن اختزال اي والناتج سيكون اي اور بي. السؤال التاسع اي اكوفالنس اور بي اور اي بي، اكوفالنس اور هي عكس اكس اور وتسمى كذلك اكس نور، والصيغه الجبريه لاي اكوفالنس اور بي هي اي بي اور نوت اي نوت بي اور اي بي. اي بي متكرره اي بي اور نوت اي نوت بي، اي انها تساوي اي اكوفالنس اور بي. السؤال العاشر اي اكوفالنس اور بي اور اي اكسكلوسيف اور بي، اي اكوفالنس اور بي هي اي بي اور نوت اي نوت بي اور اي اكسكلوسيف اور بي هي اي نوت بي اور نوت اي بي وتساوي. الان يمكن تجميع حدين حدين في اي اور، ويمكن تجميع كذلك هذين الحدين في نوت بي اور، ويمكن تجميع الحد الاخير مع الحد الاول بهذا الشكل في بي وتساوي A or B or not B واحد، وبهذا فإن الناتج الكلي أيضا يساوي واحد. خلال المساق سنبقى على اتصال دائم بهذا الموضوع، وسنتعرف على طرق أخرى لاختصار الدوال المنطقية مثل خرائط كارنو. كما ذكرت في البداية اختصار الدوال المنطقية عملية مهمة جدا، فهي تقلل التكاليف والتعقيد وتسهل تصميم الدوائر المنطقية. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.